الدرس اللي بعده. The train is like noise. The train is ايه؟ قول له استناني بقى، انا بقيت مثقف قوي في الحاجات دي. The train يعني ايه؟ اورثودوكس يعني ايه؟ كده يعني، وبار وجزيره يعني ايه؟ كده يعني. جيت قرات السطر واسع النهارده في البيت كده، تكتب بقى بار اورثو كده يعني ماشي؟ بتدرس يعني سكيل، يعني يخش في المجموعة بتاعتنا؟ عندنا سكيل وقسيمة وبتاع. طب وكلمة لايك نويد؟ تبع اللايك دي هنا كارثة كبيرة جدا، تبع عيلة اللايك نويد. مش الباب ليه؟ سكويل. ده أول حزن في العنوان. العنوان في حزن شوية. إيه بقى؟ يقول لك هو بتريز تبع الباب سكويمس ولا لايك نويد تبع اللايك نويد؟ أصل خد بالك من حاجة، اللايك لما هناخده المرة الجاية أو نبدأ فيه النهاردة، اللايك مفهوش سكيل صح؟ العيلتين دول عكس بعض جدا، عيلة الفاليو سكويمس غير عيلة اللايكينويد. حتى لما خدنا في الإيمنولوجي قلنا الميكانيزم مختلف. ده تي هيلبر سيتوتوكسيك لو كان حد فاكر ماشي؟ قلنا بيعمل ده مش في البيزنس اللي هي، ده بيعمل فرستريشن. فدي عيلة وده عيلة تاني خالص. كانت العنوان اللي هو ايه مؤلم، ده عنوان، ده عنوان لو انت واخد بالك بس، بس انت يعني ماشي يقول لك تريد لايك ده عنوان يودي بتاعي، يعني هو يعني واحد من ايه؟ من حاجتين، ولسه لسه هنشوف البلاوي دي. خلي دي على جنب، حكايه تريد لايك نويد دي. طيب بص بقى يا سيدي، كمان التريد لايك نويد ده في منه نوعين، نوع اسمه اكيوت ونوع اسمه ايه؟ فبص بقى على الاكيوت اسمه ايه كده فوق، يقول لك تريد لايكينويدز ايه فاريولي فورم اكيوتا. قول انا الكلمه الوحيده اللي اعرفها اكيوتا في الموضوع ده. اكيوتا يعني ايه؟ يعني اكيوت. لكن انت قلته في الاول ده، عارف انت لسه تقوله تاخد كلمه كده في الموضوع. الاكيوتا ها اكيوتا فعلا، لكن ايه اللي قبل كده؟ بتريتس لايكينويد ده اسم المرض. ايه ايه يعني اند فاريولي فورم بيعمل زي الفاريولا يعني. ايه الفاريولا دي؟ ما اعرفش لسه هنشوف. اكيوت اكيوت في الاول ده اسمه الاكيوت فورم، ده المشهور قوي قوي اللي هو ايه؟ ليفا. ليفا ليه بتعمل فيزيكال صغيره فيحصل ايروجن يسيب سكار عامله زي السكار بتاع سمول بوكس بتاع زمان او الباريولا، ده مرض كده من حاجات الفايرال القديمه يسيب سكار زيها، فراحوا مسمينه ايه؟ فاريولي فورم. المهم طبعا ما حدش بيقول الكلام ده كله، الناس كلها بتقول ايه؟ بليفا صح؟ انت تسمع تقول لك بليفا بليفا وانت تتكسف تقول له ايه بليفا دي؟ تمام؟ ده نوع صابون مثلا ما اعرفش بليفا. في نوع تاني بقى اسمه بتريتس لايكينويدز كرونيكا، دي سهله دي بي ال سي. انت تمشي في المستشفيات كده تلاقي بليفا بي ال سي، بليفا بي ال سي، ودايما يقولوهم مع بعض ليه؟ لان هم بصراحه هم نفس المرض اللي هو اسمه بتريتس ايه؟ بس في صوره اكيوت وفي صوره ايه؟ كرونيك. انت شفتها. ولما نكبر شويه هنلاقي في صوره ثالثه كمان. ايه؟ قول. في حد قال حاجه؟ في صوره ثالثه. طيب هنا في مشكله كبيره جدا. هو درس واحد بس بصورتين. فلما تيجي تذاكره ابوس رجلك يعني ذاكره هيد كومباريزون ده يعني كلينيكال، في صوره الجنيبه وايه صوره البي ال سي؟ وايه اللي يجمعهم؟ مش مرض واحد صح؟ ولما نيجي في الباثولوجي، طب ايه الباثولوجي بتاع ده؟ طب البروجنوزيس، طب ايه العلاج كده يعني؟ فكله صحصح معاك. مين شاف ليفا ومين شاف اي ام سي؟ قول لنا حاجه كده، كان اللي شاف يقول والناس تسمع كده. شفتي؟ اللي شاف يقول ما تخافش، قول. اللي شاف بس ما فرق بيناتهم، يعني كله لايكينويد او كله بتريز او كله امراض جلديه. طب شفت ايه؟ سيبك من التفرقه، شفت ايه؟ السيمتس بيربلش بابيول، يعني بابيول لونها السيمتس احمر بس مديه على بيربل شويه. وعلى فكره الكلمه دي مهمه جدا، ان طالما بيربل اللي هو بيولش تبع اللايك، انت تسمع زمان وهتفهم معايا بعد كده ان اللايك يبقى مزرق شويه او بيربل شويه او بيولش شويه صح؟ فهي لما قالت كده شوف هي مش عارفه حاجه، هو بس قالت الحمد لله بيربلش كده او بيربل يعني، يعني كده ودينا ناحيه اللايف. حد شاف تاني يقول؟ قول. شفت حد ايه؟ طب قول شفت ايه؟ يعني اول ما شفتها كان ولد ولا راجل كده؟ في ميت كانت يعني صغير ولا كبير؟ لا كبير. كبير كبير؟ ماشي.
في جنوب صغيرة. 20 سنة في الحالة. حلو حلو، 20 سنة يعني صغيرة. ها يا سلام، حلوه الكلمه دي، ولو برضه بعد طلعت حاجات كده فقالوا عليها قبل. لا هي كانت سكري شويه في الكلاس ورايت بعدين في اقصى يا ريت. لا دي اكيد جربت في حد تاني قال لا دي في بريز بروتين معمل حد بقى لك. يا سلام، هو ده الحكايه اهو، عملنا بيوبس طلع دي دي. يا سلام، طيب تحفظيها بقى لما تشوفيها. طب ايه تاني؟ حد شايف؟ طب بص بقى، عندك صوره، بص على الصورة دي. الصورة ناحية الشمال دي ده ولد صغنطوط. يا جماعة يا جماعة استهدوا بالله بقى، معلش معلش، ده شيء طبيعي كده. في الصورة ناحية الشمال دي صورة طفل صغير باين جدا ان حد سنه صغير. طب ورجلين الناحية التانية ولكن حد البيت نسبيا، دي أول فرق عايزين نتعلمه. في الغالب في الغالب البليه بتيجي في سن صغير في الغالب، والبي ال سي في الغالب بيجي في سن ايه؟ وإن كان مش شرط، بس أنا بقول لك في الغالب يعني. يعني هنا أنا عمال أقول لها السن كام مش عارف إيه، نفسي أعرف السن. البليه بتحب أكتر الناحية دي، تحب السن الصغير، بس ممكن تيجي في أي سن تحب أكتر السن الكبير. فنيجي للليش، هنا موجود في الترانك وديفيوز صح؟ التاني موجود في الاكستريميتيز بيبقى ليميتد شويه. يعني انا ايه برضو لما احب ابقى في الاول كده احط نفسي في واحده منهم، انا في الاول عايز اعرف ان انا بتريز لايكوريد ولا لا، وبعدين ده الفروق بينهم. ده يجي على الترانك ويبقى مساحه كبيره، ده يجي على الاكستريميتي ويبقى ليميتد شويه. طب ايه طبيعه الليجن؟ الليجن غريب قوي، الليجن صغير صح؟ وبعدين لو حد ركز فيه هتلاقي بوليمورفيك. يعني ايه بوليمورفيك؟ تلاقي فيزيكال، تلاقي بابيول، تلاقي فيزيكال مربشره عامله ايروجن، تلاقي عامل زي الشيكن بوكس. انا مبسوط منك جدا جدا جدا. انت شفت كده شكل صح؟ يعني كان ايه كده شفتيها؟ يعني كانت فيها بابيوز، كان في فعلا حاجات عامله كروستيشن كده صح، كان ممكن تلاقي فيزيكال برضه في ايجنس. عشان كده بقى لما حد ذكي قوي مركز يقول له لا ده انا عايز مرض يكون بوليمورفيك. انا عايز اعلمك حاجه، لما تشوف الاثنين دول في عيل صغير انت قدام حاجه من اثنين، العلامه اهو يا شيكن بوكس، ده شيكن بوكس يجي في مخك على طول حتى من الكلام كده، يا البليبه بقى. بس عارفه الفرق بينهم ايه؟ الشيكن بوكس بيخف على طول اسبوع 10 ايام، ده ممكن يقعد سنه ست شهور. عشان كده كنت سريع اسال واحد بس، من امتى؟ جالك شيكن بوكس قبل كده ولا لا؟ قلت له جالي شيكن بوكس، انا لسه هيجي لي شيكن بوكس، انا كبيره يا دكتور. بعدين الكلام ده من امتى؟ قلت له شهرين ثلاثه صح؟ يبقى بالشيكن بوكس يبقى بليبا وانت مغمضة على طول. مفهومة اللي مش مفهومة؟ المهم المهم بليبا دي الحاجات اللي فيها لما تيجي تخف تجيب تسيب سكار خفيفة عاملة زي السكار بتاعت حاجة زمان اسمها سمول بوكس. وزي ما قلنا سمول بوكس كان اسمها القديم ايه؟ باريولا اسمها التاني يعني. فراحوا مسمينها ايه كلمة باريولي فور. ده تحت مكتوب هيلينج ويز باريولي فور سكار اللي هي سمول سكار. مفهوم كده؟ الوصف اللي انا قلته ده معلش 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 ده الوصف بتاع ايه؟ البليبه. مين بقى يركز؟ سن صغنطط، ترانك اكتر من الاكستريميتي، الليجن سم وات جنراليزد، الليجن بوليمورفيك، بابيول صغنططه، فيزيكال صغنططه، ايروجن كراتيشن، ايفن سكار قديمه. مفهوم؟ ولما تخف تسيب سكار خفيفه. ده مين ده؟ يتعلمها صم بقى. نيجي للبي ال سي، سن اكبر شويه صح؟ في الاكستريميتي صح؟ لوكالايز شويه صح؟ طب مين يوصف الليجن؟ الليجن ده على فكره اللي انت شفتيه انت، تعالي انت بس تقبلني انت تقبلني. بص بقى الليجن كان شكله ايه؟ في راجل ولا ست؟ يعني مش نقارن بينهم. لا كانت ست. ست عمرها قد ايه؟ لا كانت ست كبيره سنة هم موجودين. شوف بص اصل هي لما قالت الطفل مش بتاع انا بعرف على طول ده تبع البي ال سي، فهي قالت على طول فين؟ يبقى احب الاكستريميتي. طيب نرجع تاني نوصف الليجن بالراحه، كان في فيزيكال وكده ولا كان ايه؟ هو بيبقى بلاك كبيره شويه ولونها حتى باين قوي كده، تحس ان هو هي سيلتر بس ايه؟ على مزرق. اه لايكينويد ابيرنس كده على مزرق. على فكره المنظر ده يا جماعه لما ناخده ان شاء الله المره الجايه هنعمل لنا اللايكينويد يعني. واللي شاف لايكن في الحقيقه اللايكن بيبقى يقول لك فيوليشيس او بيربل او مزرقي شويه صح؟ وهنعرف ليه؟ ده بتاع لايكن على طول. فدي تروح مسمينها لايكينويد ايه؟
بابيول يسموها ايه؟ لايكينويد بابيول صح؟ وبعدين في كلمه الشعب كله عارف تقول لك مايكا سكيل. من سمع عنها كسمع كده بس مايكا سكيل دايما اول ما يقولوا بي ال سي يقول لك حاجه اسمها مايكا سكيل. يعني ايه بقى مايكا سكيل؟ مين يقول؟ قول اتر لازم بس الواحد دايما قلت الواد ده مايكا يعني الواد ده كده يعني ماشي مايكا يعني لازم اخد منك الكلام. وانت قلت ايه مايكا؟ قلت ايه لو تشيل كلها على بعضها؟ قال لك لو شلتها تشتغل على بعضها لو حطيتها تتحط على بعضها. ها قلت لها يعني ايه مايكا؟ طب يعني ايه كلمه مايكا؟ ايه هي المايكا دي؟ قول ايه المايكا دي؟ قول انت لما انت وقفت كده كنت في الجيش تبقى عارف المايك. قول مش عارف المايك. ها طب انت ايه المايك؟ مش عارف ازيك هيقولها حجر ايه؟ حجر ايه يا راجل؟ طيب بص بقى يا سيدي هو في غلب شويه بس انت عارف قول اطلع صح في الاخر مش عارف ازيك هيقولها؟ انا ليه اقعد عشان بتخدر لما يا ابن اقعد بقى. يس سامتايمز بس بس طبعا المايكا انا حزين شويه الوصف اللي قالوه صح. المايكا سكيل انا في الدرماتولوجي بقصدي سكيل بتبقى على بعضها كده كبيره عريضه هقول لك ليه دلوقتي حالا لما تيجي تشيلها مش تتفتت تطلع على بعضها كده. انت عارف ايه المايكا ده؟ ده نوع من انواع الحجاره مش تعرف لو في رخام وفي جرانيت وفي معرفش ايه في حاجه اسمها مايكا بس هو جت معاك كده بس انا كنت حاسس ايه بقى الحجاره دي؟ تروح للراجل كده بتاع السيراميك والبورسلين والرخام كده يقول له انا عايز حته حجر مايكا. المايكا دي عباره عن حجاره عامله زي ايه بقى؟ اقول لك انا مين معاه بسكوت الشمعدان؟ عارف بسكوت الشمعدان؟ والله ولا لمباضه دلوقتي ولا اي حاجه مين معاه دلوقتي بسكوت بيكو؟ هذا مش هو بص يا جماعه حاجه غريبه جدا هجيب لكم واحده دلوقتي عند احمد ماشي هنقوله بالكلام الاجنبي وبالكلام اللي مش اجنبي كان عندنا الشمعدان زمان بعدين بقى ده اسمه ويفر يعني صح اوكي 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 ايه الويفر ده لو حد بص له هي طبقات من ايه من البسكوت جواها ايه ها صح وبعدين مش كده وبس انت ممكن تفصل دي كده اهو صح وتفصل دي كده صح حلو اهو كنا احنا زمان واحنا اطفال ايه صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ تروح تجيب الشمعدان ده تقعد انت والاولاد تجيب الثاني زباين وتجيب 15 قرش اللي هو الغالي ده وتقعد تقعد صح؟ لو انت رحت الراجل بتاع الحجاره ده او بصيت على يوتيوب ولا بصيت في اي حاجه في الدنيا يعني بدل ما انت قاعد كده في نوع من انواع الحجاره اسمه مايكا ايه هو اسمه كده؟ ده بتبقى لير عامله بالظبط زي البس زي ده بالظبط فوق بعض كده وتلاقي الراجل يعمل ايه؟ يفصل اللير دي عن بعض وتطلع على بعضها كده ودي تتعمل كانها بلاطه او سيراميك او بورسلين او حاجه تتحط بقى في وجهها تتحط فاهمين؟ فالمايكا ده حجر له الخاصيه دي يقعد ايه؟ هو لير فوق بعض زمان اللي خد جيولوجيا كده يقول لك دي صخور رسوبيه بتترسب على بعض كده يقعد هو يفصل الحجر ده يفصله حته حته كده وياخدها يستخدمها كانها بلاط او بورسلين او سيراميك بس طبعا يحطوها ايه في الواجهات كده بتاعت البيوت فهمتوا؟ احنا بقى بتوع الجلديه دول اللي عارفين كل حاجه دول وعارفين الحجر وعارفين الشمعدان والويفر والكلام ده كله بقى ليه سموا السكيل بتاعتنا مايكا؟ هي تبقى سكيل كبيره ولازقه ولما يجي يشيلها بتطلع على بعضها قال لك يا سلام ده انت كانك بتشيل لير من بتوع المايكا هي الحجاره بتاعت المايكا دي راح مسميها هذا الاسم. قلت طب انا ما اعرفش المايكا، افتكر الشمعدان، افتكر اللمبات، شمعدان لايف، افتكر ويفر. انت اكتب جنبها ويفر سكيل، شمعدان سكيل،
كده يعني طاهري الجويري سكيلي. مين فاكر طاهري الجويري ده؟ راجل جميل والله، يطلع هو ومراته كده يكسبوا الناس كده. انت لسه ما اتولدتيش انت شكلك كده. العيال الصغيره دي مين فاكر طاهري الجويري ده؟ طاري ايه ده؟ لا طاري ايه؟ مين طاري؟ ده في كلهم كده الثلاثينات مواليد 1300 وماشي. المهم خلاص كده فهمتوا؟ عشان كده انت لما كنت تشوفيها دي وتقولي ده سن كبير شويه من الاكستريميتي لوكس لايت لايكن وعليها اثر التسكيل، كنت تحاولي تروح عاملاها كده. لما تلاقيها كده تقول اه ده مايكا سكيل، دي حاله دي على طول. قول له استناني. انا قلت بتريزس عشان فيها سكيل اهو، وقلت لايكينويد عشان شكلها شبه مين. حلو كده. يبقى حتى الان هي واخده صفتين اهو، عندها سكيل زي البابيروس كويموس، وفي نفس الوقت عندها ايه لايكينويد ابيرنس زي اللايكن. قلت طب استنى، ده البليفا ولا فيها سكيل ولا فيها يعني مش باينه كده. قلت طب تعالى نشوف الباثولوجي، تعالى بسرعه نجري على الباثولوجي. انا هعمل الباثولوجي بتاع مين ومين؟ ها في مفاجأة بمليون جنيه بقى. انت عارف الفيتريزس لايكينويد دي مين فاكر في اول محاضرة قلنا يعني ايه لايكينويد انفلتد او كده؟ انت معايا في اول محاضرة؟ يعني في انترفيس درماتايتس عند الديربول ديربول جانكشن صح؟ وفي خلايا جاية باند لايك انفلتد جاي يهاجم البيزل سيلير يعمل فيها الكونفكتيف ريجنريشن صح؟ من اول محاضره ده ظلم. اول محاضره صح؟ لما جم بصوا هنا مين يبص على خلينا في الاكيوتا، لما تبص على الابيديمس تلاقي الترمو ابيديمال جنكشن مش باينه بوضوح صح؟ وتلاقي فيه انفلتد كتير قوي. ليه؟ لان بيحصل فيه انترفيس درماتيتس وهيدروبيك ديجنريشن وباند لايك انفلاماتوري انفلتد. وعشان هو اكيوت الانفلتر شديد قوي زي ما انتم شايفين كده، لدرجه ان هو مش عارف تميز بين الابيديرمس والديرمس صح؟ انت بتبص فين؟ لا بص كده في الكتاب تلاقي ايه الانفلتر كتير لدرجه ان الخط الفاصل بين الابيديرمس والديرمس ما هوش ايه؟ ما هوش واضح كده صح ولا مش صح؟ لان هنا الانفلتر بيبقى جامد قوي. وهنا خد بالك بقى لما يجي يقول لك هما ليه سموه لايكينويد وليه حطوه في عيله اللايكينويد، اصلا عشان الباثولوجي مش عشان الكلينيكال. ان لما خدوا عينه قال لك دي جريبة على طول، لان هو اول كلمه في العينه بتلاقي انترفيس درماتيتس وهيدروبيك ديجنريشن وباند لايك زي اللايكينويد بالظبط. يبقى انا لما اسالك كده لماذا ها شوف مكتوب ايه اكستنسيف باكيولار التريشن، وتيجي في الديرمس يقول لك مور دنس وباند لايك وهيفي، ده كلام لايكينويد على طول. يبقى اذا السمر وهي قاعده ورا كده يقول لك هيخلص امتى؟ بتفكر في موضوع مهم، يا ترى امتى هنخلص؟ امتى هنروح؟ فبص بقى يا سمر وانت بتتاملي كده وانت كنت حاضره النص الثاني ده عشان ما تنكريش يعني. يقول لك خد بالك من حاجه، هم سموه لايكينويد مش عشان الكلينيكال بتاعه، مش السايكولوجي عشان الباثولوجي بتاعه. كفايه. ماشي؟ طيب. السؤال الثاني بقى، مين يبص على الشريحة ألف والشريحة ب اللي هي الأكيوتا والكرونيكا عشان نعرف الفرق بينهم في الباثولوجي؟ يلا قول لنا يا مروان. أنا باين الديرمس فيه باين الجنشن بينهم، ده فين؟ في الكرونيك. هنا فين وهنا فين؟ مش تقول لي هنا مين وهنا مين؟ مش باين. لك في الأكيوت الموضوع عنيف صح؟ مش كده الدمج عنيف. طب في الكرونيك الدنيا هديت. هديت ازاي؟ أولا الانفلترت بقى قليل، ابتدى اشوف الابيديرمس من ايه؟ قلت طبعا ما ده زي اي حاجه في الدنيا اكيوت وكرونيك. ما هو الاكيوت انت حاجه اكيوت بتدمر، عشان كده البليفه فيها فيزيكال وبولا صح؟ ويروجن وبتاع. الثانيه بقت بابيول او بلاك. ليه بقى؟ عارفين عامله زي ايه؟ عامله زي الاكيوت اكزيما والكرونيك اكزيما. يقول لك في الاكيوت اكزيما تلاقي فيه دمج وبتاع لان الانفلاميشن شديد لسه. بعد شويه لما الدنيا هديت الانفلاميشن قل وحصل اكانسوزس. بذمتك الابيديرمس مش باين ان فيها كانسوزس؟ الريت ريتي نادله لتحت اهو. ما انت كده بقيت ذكي جدا وفاهم كده بالراحه وبهدوء كده. هما نفس المرض بس الاختلاف في درجه قول درجه ايه كده؟ درجه الانفلاميشن. ايوه ما هو درجه السيفيريتي بتاع ايه؟ بتاع الانفلاميشن. لو الانفلاميشن شديد وعامل دامج جامد وهيعمل لي فيزيكال وبولا واكيد بيكشر كده اسميه بليل. لما الدنيا تبقى هاديه شويه ويبقى فيها كانسوزس اكتر يعمل لك بابيول. خد بالك
هو ليه اللايكن بلون ازرق؟ هتعرف لان الانترفيس الفرنسي اللي هو الدم ده يخلي الميلانين اللي فوق يقع ينزل تحت، حاجه اسمها بيجمنت انكونتنس. ولما البيجمنت تبقى تحت في الدم يبقى لونها مزرق. حتى تسمع يقول لك ان البلازما لو كانت ايبيديرمال وديرمال، الايبيديرمال يبقى لونها براونش، اما الديرمال تبقى مزرقه شويه. دي قاعده اتعلمها وانت لسه صغير كده، ان الميلانين ابو ديرمس ده، الميلانين اللي في الديرمس ده ماله؟ بيبقى لونه مزرق كلينيكال، فهمتوا؟ فاللي خلى اللايكن مزرق واللايكنويد مزرق وفيولاشياس وبيرفلش والكلام ده، ان الانترفيس ديرماتايتس الدامج ده بيعمل ميلانين انكونتنس فيدي اللون المزرق شويه. طبعا هذا الكلام هتشوفه بوضوح وهدوء امتى؟ لما تبقى الحاله كرونيك وايه؟ وسيتنج. اوكي ولا مش اوكي؟ عشان كده هطلب منك طلب بسيط جدا جدا جدا. صحصح معايا الله يرضى عليك. خد حاجه صغيره. خلاص انا هقعد بصراحه في حياتي ما تقلقش. ماشي؟ طبعا بنشكر الدكتوره مها وتبرعها وقطعا من الويبو او اللمبات او الاطار الكويتي او المايك يعني نفهم الحكايه دي. بس انا هنا في كل حاجه هنا فاضل حاجه واحده بس، ليه الكرونيك الوحيد اللي فيه مايكا سكيل صح واللي هي مش بتوصل على بعضها؟ وش معنى الاكيوت ما فيهوش؟ هي الاسكتيف زاوية هايبر؟ صحصح معايا بقى. بص على الباسورد على الستاتر كورد. في باراكيراتوزس هنا وفي باراكيراتوزس هنا صح؟ مين اللي الباراكيراتوزس فيه اوضح؟ مين؟ بص على الصوت، بص على الصوت. البي ال سي الكرونيك ده مليان برا ايه رهيبه قوي. شوف النقطه الزرقاء دي، انت شايفين فين البارا؟ ده كل مش عارف اقول لك انت عامل واحد مركز في مش عارف طبعا ده انا مش مفكر بس ده كل بتاع في مركز كتير كده. الناس ده ايه اللي بقى ده؟ بس ناخد بالنا من حاجه، البارا كده تونس الكورونا لا ايه واخد الشريحه كلها ديفيوز، يعني ايه ديفيوز؟ مش انت وحيد واخد الشريحه كلها. طب انا اتعلمت ان البارا كده تبقى سكيل وتحاول تقع او ما تقعش او كده. طب بص الناحية التانية، مفيش بركة كارتوز كتير أو مش واضح. قال لك لو كان يبقى فوق، مين يبص على كده ويقول لك هنا يقول لك هنا فوق البركة كارتوز هنا إيه؟ واي أند كومبلمنت بركة كارتوز. يعني أنا عندي منطقة كبيرة جدا برا إيه؟ بركة والمنطقة اللي خلاها بمساحة كبيرة خلى يعمل سكيل إيه؟ كبيرة. هي هتقع لوحدها وأنت لو حاولت توقعها بتطلع على بعضها، ليه؟ لأنها 1 يونت. طب انتوا عارفين السكيل بتاعت السورايسز اللي عامله زي الرده كده، فتافيت صغيره. ليه فتافيت صغيره؟ لان الباراكيراتوز بتاعها فوكال، يعني ايه فوكال؟ تلاقي حته وحته حته وحته. لكن ده كله شوف شوف الصوره، صوره جميله جدا يعني من اول الشريحه لاخرها نقط زرقاء 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 زرقاء، مفيش حته ما فيهاش بارا، فتبقى 1 يونت كده فتعمل سكيل كبير. يبقى لما يسالك ايه سبب المايكا سكيل او انها تبقى 1 يونت كده على بعضها ما تتفتتش؟ قولها تاني كده. لما انت قايلها تاني كده اهو قول حلو. يقول لك الوايد باراكيراتوز. وايد دي كلمه اجنبي برضو مثقفه، بدل ما تقول ديفيوز تقول ايه وايد. حتى في الخليج يقول لك ايه وايد، ده باراكيراتوز وايد، يعني وايد يعني كتير يعني، صح كده؟ زي كلش كده اي والله تمام، او زي كتير قوي، او طحن. يقول لك ده تكبيره كيراتوزس طحن هنا بقى، يعني بركه كيراتوزس كتير مفهوم. طيب حد فيهم حاجه؟ اذا يا علي يا علي علي لما بخاف من توتر انت يعني قول. انا في اتنين بخاف منه، علي لما بيتوتر كده ما بخافش منه حاجه، والفرسان لما يقوم بقى لما يقول قول يا علي ايه السؤال؟ والله انت جاي يا شيخ حلفتك بالغليل. قول يا عادل. والله انت ايه بقول لك؟ بس كنت عاوز اعرف الوايد. ايوه الكرونيك الوايد بالكرونيك. حتى احنا من الصبح عمالين نتفرج على الصور، الصوره اللي هي الناحيه دي الكرونيك البي ال سي، يعني اللي بناكل بيها اللي بناكل بيها اللي هي مش وايد. ماشي؟ طيب.
معلومة تانية، معلومة تانية، هو في كم نوع من الفيتريزس لايك كينويت؟ اثنين، اكيوتا وكرونيكا. بس يا اسماء، بس يا اسماء، بس سيبك من اسماء كلمة نفسها كده، هي مجنونة كده تبقى كلمة نفسها. قال لك لا، ده في درجة أحيانا ودي خطيرة جدا، مش الأكيوت في ماسيف انترفيس ديرماتايتس وكده وبيزيكال وبولنر دامج، أحيانا الموضوع يبقى أعنف من الأكيوت. هتلاقي واحد جاي لك مرة واحدة معظم جسمه بقى ارتأفأ دي درجة أعنف من مين؟ من الأكيوت. بيسموها إيه بقى؟ دي حاجة مشهورة جدا 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 جدا، خدتوها زمان، اسمها أكيوت فبرايل. مين بيقرا معايا؟ أرسل النكروتيك. ايه ده ايه ده ده؟ قول له استنى، اكيوت يعني ايه اكيوت؟ صادم في فبراير. يا رب الناس بتستفيد. فبراير يعني معاه ايه؟ ارسل النكروتيك. يعني الموضوع يا 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 صفا مش بس فيزيكس ولا انتربشن وتعمل سكار مش عارف ايه، لا في نكروتيك وارسل اوف موكا هوبرمان. الاسم ده فظيع جدا، موكا هوبرمان. مين سمع عنه قبل كده؟ ده مجنون في التشابه ده، بس تمام. سمعت عن موكا بس برضه يا مولا؟ لا. سمعت عن موكا بس؟ سمعت اسمه ايه بس شكرا. بس سمعتيه لازم. اصل موكا هوبرمان ده يا صفا، طب اركدي معايا وفضلي كلام مع اسماء. اسماء موبايل بتاعها بيرن لوحده. ذلك الموكا هوبرمان ده اسم الاثنين اللي هم وصفوا هذا الحال. دي البليبة لما تبقى سيفير قوي بقى، انت عندك، انت كنت عارف ان في حته سيفير اسمها بليبة وحته مايند شويه اسمها في ريسي، قلنا ده في اعلى من كده في السلم اللي هو الموكا هوبرمان. اسمه الوصفي اكيوت وفبرايل والسر نكروتيك، يعني اكيوت وفي فيفر وارثريتس، حاله جامده جدا. طبعا ده محتاج سيستميك تريتمنت فورا، سيستميك فورا. عليه انت فهمت اللي حصل؟ مش الجريمه في الباثولوجي في ماسيف انفلتريت ودامج، ده هنا هيبقى ماسيف جدا، صح؟ ماسيف خالص. فده محتاج سيستميك استرويد فورا علشان يقلل الانفلاميشن ده بسرعه. حد فاهم حاجه؟ اوعى تنسى موكا هوبرمان ده اللي هو الحاله السيفير من الاكيوت. طيب يا الله والله. طيب نيجي للدفرنشال دايجنوز. طبعا عندي الشيخ بين مين ومين؟ مروان، شيل حاجه مروان. ايه يا مروان، اعتبر نفسك مسؤول ولا حاجه؟ فاضل لك شيء، فاضل لك يعني هنفرج عنك دلوقتي. انت عايز ايه؟ تقول يا مروان؟ يعني ساعه حلوه خليه حر خلاص. والله يا مروان هو 23 مش حاجه، مش عاليه ولا حاجه، بس اهو كده احسن. مش قادر يقول يعني لسه طبعا لسه ما حصلش حاجه. تعرف ان الافلام العربي يكون مثلا بيموت يديله برشامه كده ما احسن؟ احسن اه الحمد لله. هو طبعا الحمد لله بس لسه شويه يعني لسه الحمد لله. هو على طول كده بيتابع بين يعني الميه بقى هي. المهم عايزين نعمل ديفرنشيال، هندفرنشيت مين ومين؟ بص اقول لك حاجه، انت عارف لما تيجي تروح في البيت تذاكر اعملوا جدول بليبا وبين الاسم كلينيكال وباثولوجي وديفرنشال وكل حاجه. طبعا البليبا تشيكن بوكس، بس انا ممكن اغلط واقول جاتيك سورايسز واقول لايكروجين، كل اللي قالوه ده ممكن اغلط فيه عادي خالص، مفهوم؟ طيب وانسكت بايت والكلام ده كله. طب والكرونيكا لايكن بقى، لايكن بلاز صح؟ والجاتيك سورايسز الحاجات اللي فيها بلاك بقى، مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب نيجي للبروجنوزز بقى. في مشكله عايز اقولها يا جماعه، صحصحوا معايا ويرجع سواء بليبا او بي ال سي، قالك هيخف بس بياخد وقت طويل عشان يخف لوحده، ممكن يوصل لكام؟ من 15 شهر، يعني سنه سنه ونص. عشان كده احنا بنعالجه، وعشان كده دي على فكره عارفه انت ايه؟ على فكره هقول لكم حاجه، انت مسموح لك تغلط قوي 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 من البليبا والشيكن بوكس عليه خالص، خاصه لو عيل صغير ومفيش هيستوري اوف شيكن بوكس قبل كده. بس انت بتعمل ساعتها حاجه، لو انت مسموح قول له بس طب خد العلاج ده 10 ايام ونشوفك، لو راح يبقى شيكن بوكس لكن عارف لو استمر قول له لا يبقى انت ايه على طول؟ مفهوم. طيب طبعا الفرق بين البليبا والبي ال سي ان التاني بياخد وقت اطول، الكرونيكا ماشي. في حاجه غريبه جدا، هو بيبقى السؤال ده اوعى تغلط فيه،
يعني هو بيبقى بليفر وبعدين بيبقى بي ال سي يعني وبعدين يخف ولا ايه؟ لا ده في كارثه، هو حد يغلط في ايه؟ هو ده عامل زي التيوبركوليت ليبوسي والليبروميتس. يعني عايز يقول لك ايه؟ انت جسمك من الاول ناوي يتفاعل بطريقه معينه، هو بيبدا اكيوت ويخف وهو اكيوت كده، او يبدا مورك هابر مان يخف وهو كده، او يبدا بي ال سي. فاهم؟ يعني هو اوعى حد يغلط الغلطه دي. يعني هو اقول مثلا بص انا عندي مورك هابر مان ده، بعدين يهدى شويه يتحول لبليفر، بعدين يهدى يتحول لبي ال سي وبيخف، هتلاقي الالام برضه. ده بس بتوع شبين بقى المره دي، ولا بنا يسمعوا الالم وانت هنا في القاهره ولا في مش عارف بتوع بنا ده، بنا كلها كده تراكم كده. ايه اللي حصل؟ بيمتحن في الازهر مثلا في المدارس في الدراسه، فتلاقي خد بالك تلاقي الالم بيرن يسمع كده. فخد بالك بقى مش بيتحول، هو ده نوع وده نوع وده نوع، مفهوم؟ هو هيجي كده ولما يقرر يخف بيخف وهو كده. اوكي؟ لا قولي اوكي. اوكي. او ايه؟ اوكي تمام كده. حد فاهم حاجه؟ معانا هنا سؤال هنا من تيبرني قول. لسه ما اتعلمتش ليش ولا ليش بعدين، لسه بدري. خليها دلوقتي. طبعا في الديفرنشال كلام موزي كده اسمه الميدل فاسكولايتس ومش عارف جاينوت جروس، لسه بدري. الناس الجداد خالص استنى. فهمت القصه؟ هنا بقى في حاجه غريبه جدا. هو بقى سورايسي فورم ولا لايكينويد؟ كده ينفع وكده ينفع. عشان كده عايز اقول لك حاجه، في كتب تلاقيها حطاها مع السورايسي فورم، وفي زي ما انا مثلا حاطه كده، وفي كتب تلاقيه في اللايكينويد تبع اللايك عادي جدا، وفي كتب حطاه تبع حاجه اسمها الليمفويد او الليمفوسيتيك فاسكولايتس. عادي جدا صح؟ مش قلت لها هتيجي جت مش هاجي وكده اهو، بس عادي جدا. تعالي يلا اقعد شاطره والله. احنا ماشيين الاولاد بره؟ اه جالسين وبخير؟ اه الله يخليك الله يخليك. بص بقى بص بقى، احنا هناخد موضوع اسمه فاسكولايتس، وفي ناس كده بدون ذكر اسماء خدوا فاسكولايتس هنا، خدوا فاسكولايتس. منى عم روح ما قالتش فاسكولايتس. الفاسكولايتس عباره عن دامج في البلاد فيزل لما يكون الانفلاميشن سيبير، وانت رجعت فاسكولايتس برضه وعم روحك ما رجعتش صح. المهم بقى خد بالك في البليفا بالذات، في البليفا بالذات مش انت منصور؟ بص يا منصور، في البليفا بالذات الانفلاميشن لما عشان هو شديد ممكن يدمر البلاد فيزل اللي هو طالع منه، فيعمل ايه؟ فاسكولايتس. بس ممكن او ممكن لا صح. ففي ناس لما شافوا فاسكولايتس في الشرايح قال لك دي حاله فاسكولايتس، ونسميها ليمفوسيتك ايه؟ لانها ليمفوسايت، اللي كل الامراض الليمفوسايت احنا بناخدها. وراحوا عملوا كاتيجوري قال لك بص، ولا هي بابيل سكويمس ولا هي ايه؟ ده هي فاسكولايتس. حلو؟ في كارثه رابعه بقى، في ناس شافوا الليمفوسايت اللي هي الانفلاماتوري دي لقوا فيها شويه اتيبيا، قالوا بس دي تبع الليمفوما بقى والحاجات دي، تبع الليمفو بروليفريتيف ديس اوردر. كلمه كده اسمها ليمفو بروليفريتيف ديس اوردر، يعني بيحصل بروليفريشن في الليمفوسايت، هو مش قادر يقول ليمفوما صراحه لانها مش فرانك، مفهوم؟ عشان كده هذا المرض او هذا الموضوع اللي هو البليفا والبي ال سي هتلاقيه في الكتب مشروح في حتت مختلفه جدا، كل كتاب ومزاجه كده. كتاب حطه في البابيول سكويمس وده ينفع، وكتاب حطه في اللايكينويد وده برضه ايه؟ وكتاب حطه في الباسكولايتس وده برضه ينفع، وكتاب حطه تبع الليمفوما والتيومر وده برضه ايه؟ ينفع. بص انا عايز اقول حاجه للناس الجداد، انا عامل الرسمه دي بتاعت ايه؟ الرسمه دي؟ بتاعت الكونتروفيرسي صح؟ انا عايز اقول للناس الجداد ايه؟ انت في الكونتروفيرسي الجداد ازاي؟ مالكش دعوه بحد، انت تعرف كل الاراء. يعني انا مثلا كاتبه في البابيول سكويمس صح؟ لو حد قال لي لايكينويد هقول له اه لايكينويد ما فيهاش حاجه يعني. طب لو قال لي فاسكولايتس هقول له انا ما انا قايل اهو فاسكولايتس. ولو قال لي بروليفريتيف عادي جدا، الموضوع مش مستاهل ايه؟ هو له كذا وجه يعني. المشكله بقى ان في ناس بتتذمت على حاجه، تقول ده بابيول سكويمس يزعل منه، يقول لك ده ازاي يا ابني ده لايكينويد، ويفرج عليك وهم لا اله الا الله في اللجنه صح؟ تطلع اللجنه منكسر وفي لجنه ثانيه، يروح اللجنه الثانيه يقول لك يا ابني ده ايه؟ تقول له لايكينويد طبعا، يقول لك يا ابني ده كلام، ده بابيول سكويمس ده كلام كده يعني تروح البيت، يقول لك انت امتحنت بابيول سكويمس ولا لايكينويد؟ قول له بص انا امتحنت ده ولا ده؟
يقول لك يا ابني دي فاسكولايتس، ما قلتلوش ليه فاسكولايتس صح كده يعني. ففي ناس بالحاجات دي بالنسبه لها تقعد تتزمت فيها كده، بس انت خليك ذكي، انت في المرحله اللي انت فيها دي ولا، وبعدين برضه ما تتزمتش يعني، هي وجهه نظر صح. واحد قال لك ده بابيلوس كويموس، تقول له والله ينفع عشان شكله كلينيكال بابيلوس كويموس، قال لك والله ده لايكينويد، تقول عشان في الباثولوجي لايكينويد وكلينيكال البي ال سي لايكينويد، ما يعني مش الدنيا مش ما ماتتش يعني. يقول لك طب والله دي فاسكولايت، تقول له فعلا عندك حق، عشان في بعض الحالات، في بعض الحالات مالها فيها فيها دامج في البلاد بيز. قال لك والله ده ممكن يكون تبع الليمفوبرونيفت، تقول له طبعا ممكن، ليه؟ لاني في شويه اتف صح. اصل هم اللي قالوا كده مش قالوا يعني كده عن عمد يعني. احنا مشكلتنا بقى ان واحد يروح ماسك واحده وتعجبه كده، تعجبه النظريه دي، فيبقى هو بالنسبه له ايه؟ ها هو خلاص هو لايكينويد. لا هو ينفع حاجه من الاربعه دول. وعلى فكره نفسي تلعب لعبه كده، طبعا ادخل لكم معاكم كتب ومحملين كتب على الكمبيوتر وبتنزلوا حاجات كده، بس ايه ما حدش يبص عليها، لا عليها تراب وكده، كل ما حد يبعت حاجه على جروب ولا بتاع حتى بنزلها وبعدين تنسى نزلتها فين. المهم فانا هطلب منك طلب، كلكم عندكم بولونيا مثلا وروك وفيتس باتريك وكتاب انا مثلا كان دكتور عاصم وبتاع، حاول تدور على الدرس ده كلعبه كده النهارده. انا اراهنك ان هتلاقي كل كتاب من كتب مصري او كتب اجنبي او اي كتاب حطه في حته، يعني كل واحد متبني راي معين. يعني انا على فكره مش متبني حاجه، انا بقول لك اهو انا مش بحب اتبنى حاجه، انا كاتب لك اهو ان هتلاقي في اربع ايه، في اربع حتت صح، لان هو وجهات نظر يعني. فانت المفروض تبقى ماليه بقول كده في الحياه ايه يعني. مثلا قلت له هنعمل هنتغدى النهارده بابيلوس كويموس، لقيته لايكينويد، ما فيهاش حاجه، كل وانت ساكت خلاص. طب انت مثلا طلعت فاسكولار في الاخر، كل برده وانت ساكت. طلع مثلا الليمفوما، الدنيا ما خربتش يعني، الليمفوما حلوه برده مغذيه، مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب لسه نروح ايه العلاج؟ ايه العلاج؟ اسال سؤال يعني، ايه العلاج؟ قول له تعالى يا دكتور ضحكت علينا قبل ما تقول لنا العلاج، يجمع السبع، يقول لك ايه؟ تقول لنا السبب. كله بقى ده رياكشن لحاجه، للاسف لما ترجع كده رقم 91 ده او صفحه مش عارف كام، اهم حاجه البليفر في ال سي او الكريزس لايكينويد ده، ده رياكشن لتريجر معين. يعني انت جسمك اتعرض لحاجه فخاف كده، فجاب بقى ليمفوسايت وراح دمر وبتاع كده. ايه التريجر ده؟ في نوعين مشهورين قوي من التريجر يا سمر اللي قاعده ورا. ايه النوعين من التريجر دي؟ بيقول لك والله يا جاي بعد انفكشن يا جاي بعد دراجز، يعني اشهر حاجتين دول مكتوبين اهم يا جماعه، انفكشن اتش اي في فايرال وستريكت و و او بعض انواع الادويه. فايه اللي حصل؟ ان جسمك اول ما شاف الحكايه دي راح جاب تي سيل جايه تهاجم تعمل ايه؟ انترفيس درماتيتس. طبعا هتبقى في الغالب من النوع اللي هو التوكسيك، حد معايا؟ وخلاص. قول طب انا جاي ليه؟ وعرفت ان ده انفلاميشن وريأكشن، يبقى اول حاجه في العلاج الزم بيها الولد اللي انت شفته ده. قلت له يا ابني انت واخد بتاخد دواء الحاجه او ايه اللي انت بتخد ادويه قريب بتاع. طب انت مثلا جالك التهاب في، نحاول نوصل للتريجر ده ونعالجه صح؟ ان انت اول ما تعالج التريجر ده يبقى الدنيا كلها بقت ايه؟ كويسه. طب العلاج يقول لك ايه؟ دراج يبقى انفلاميشن. بعد كده ايه؟ هو ده الانفلاميشن هياخد وقت ويروح صح؟ بس هو وقت ده ممكن يبقى طويل. فقال لك طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ قال لي سيمتوماتيك تريتمنت لحد ما يخف، لو بيروح عندي التامين بتاعي. قلنا خليك ذكي بقى، ايه العلاج الفعلي لو عايز تعالج؟ انا غششتك. قال لي استرويد انتبيوتيك ليوز انتبيوتيك هو. او استرويد. ليوز انتبيوتيك في الاول. انت قلت استرويد شاطر. ليه بدي استرويد عشان انت انفلاماتيك؟ ما انت فاهم ايه اللي بيحصل جوه، كل في خلايا جايه تدمر وبتاع، بتحتاج وقت للانفلاميشن ده. وطبعا كتابتك للاسترويد حسب الحاله بقى، يعني هي عارف لو بي ال سي ادت له توبيكال، انت عارف ان الموضوع ايه؟ مراجع ما هواش ايه؟ اكتف يعني، فتوبيكال حلو. طب البري بقى لا ممكن يديله شورت كورس اوف سيستميك استرويد، بس سيستميك اورال. طب لو مانك هابرمان او اي بي او حتى بلس كمان، بدل ما جسمه يفقفق منك كله صح؟ فاهمين اللي انا بقوله؟ يبقى انت بتدي استرويد عشان توقف الانفلاميشن ده، بس الكميه والحاجه اللي هتديها و و حسب الموقف اللي انت فيه. انت بي ال سي موضوع مش محرج قوي ولا بليفا ولا موكا هوبرمان؟ الكلام سهل ولا مش سهل؟ طب الحمد لله. قال لك طب انت ليه ماسك في الاسترويد؟ ما اي استرويد سبرينج ينفع كانتي انفلاماتوري؟
طب ينفع فوت السيرابي للعيال دي؟ اه ينفع طبعا. ان فوت السيرابي ما هو ينصب ريسك طبعا. انا هنا مش بستخدمه كانتبريت تيب الصدفيه عشان الله يرضى عليك. في الحياه العمليه، في الحياه العمليه لما تيجي الحالات دي تلاقي ناس بتعمل ايه؟ يدي استرويد توبيكال او يدي شورت كورس اوف سيستميك استرويد حسب اللي هو شايفه صح؟ ممكن يدي نارو باند مثلا، مثلا مرض صغير وجليبه ومش عايز يديله استرويد ولا حاجه، قلت خد جلسات كده تقلل الانفلاميشن لو خلاص مفهوم. طب بص بقى، بص 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 تترا سايكلين اريثرومايسين مين يعلم عليها دي؟ خد بالك انا كاتب الاسمين بس كل واحد بيعبر عن مجموعه. اصل اريثرومايسين ده عيله مين؟ يا سلام، يعني اريثرومايسين وازيثرومايسين كل ده ينفع. طب والتترا سايكلين؟ عيله التترا يعني دوكسي سايكلين كل ده ينفع صح؟ حد فاهم حاجه؟ انت مش معنى الادويه دي، مش معنى الادويه دي كل الاولى لو في المجموعتين اللي انا اتعلمت ان هم ليهم انتي انفلامتري ايه؟ اصل انا مدهم لك دلوقتي مش عشان عندك انفكشن ولا بكتيريا ولا بتاع، انتك انتي ايه؟ وهطلب منك طلب غريب جدا الاريثروميسين او العيله بتاعته عيله المقبولين دي في منها اريثروميسين وازيثروميسين. اريثروميسين ده بالذات مشهور قوي، اشهر واحد فيهم اللي هو تيسروميسين او حاجات كتيره كده، او ديسرو كان باين ولا ما اعرفش بلاوي كده. بس الاوريجينال بتاعه اللي هو ديسرو ايه؟ الكبسوله بتاعته كام؟ 500 يمكن 50 250 الاوريجينال. التاني 500 كل المضروب ده او مش المضروب يعني 500 تلاقي العلبه فيها ثلاثه. الاوريجينال اللي هو ديسرو ماكس ده سهل في تاليفه تلاقيه سته في والبادئ انا هبدا تاليفه منهم هم. الزيسرو ماكس تلاقي ست كبسولات بس كل واحده 250. ليه بقى؟ هو ده بيدي فاليابيلتي في الكرة. الاوريجينال بتاعه خيره ربنا 250. وفي بقى 500 كل واحده مش هنختلف. انت تدي 500 كل يوم ثلاث مرات ولا حاجه. لكن هنا بقى تجيب ال 250 ده هم عملوا ريجيمنت للبليفا والبي ال سي لمين؟ ها؟ للزيسرو ماكس ده. قال لك ايه؟ اول يوم ادي له 500 يعني ادي له 500 يعني كبسولتين من ابو ايه؟ يفضل معاه كام كبسوله في العلبه؟ اديهم له اربع ايام الباقيين. ده نظام كده مشهور اسمه ذا فايف داي ريجيمين. يعني ايه فايف داي ريجيمين؟ نظام الايام الخمس. يعني ايه؟ الايام خمس ايام. اول يوم ادي له اثنين بعد كده واحده ادي له اثنين كلودنج كده وبعدين كل يوم ادي له واحده. خمس ايام اسمها سايكل. اسمها ايه؟ يعني ايه سايكل؟ يعني خمس ايام ماشي. وبعد كده ممكن تكررها، ما ده هياخد حوالي اسبوع، تكررها في الاسبوع الثالث من الشهر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو خدها يكمل الاسبوع اللي سبع ايام بعدين يريح اسبوع. اه يعني فاهمين؟ يعني الاسبوع ده خلاص العلبه دي خلصت، قول له ريح اسبوع بعدها وخد علبه كمان وريح اسبوع. ده ريجيم مشهور قوي 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 في حالات مين؟ البليما والبي ال سي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ اهم حاجه في الدنيا لما يجي لك القلم كده من بنها او من شبين او من اي حاجه ويقول لك دي ليه؟ ايه الكوز في اورجانيزم هنا؟ فانت بتقول له ايه؟ تقول له لا ده ولا كوز في اورجانيزم ولا بتاع، ده انت ايه؟ وخد بالك هاخد سؤال حالا دلوقتي، انا هاخد سؤال حالا اهو. تقلب الصفحه كده جدول جميل جدا. دي جدول جميل. استنى يا ابني ايه ده؟ ايه الجدول الجميل ده؟ انا جمعته لك في صفحه واحده كله بالكلينيكال بالباثولوجي بالسايكولوجي والكلام ده كله. السؤال بقى كنت عايز تقول سؤال انت لا 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 لما الدراسه كانت على البليبا بس البليبا في سي فقط. خد بالك انا خلصت العيله بس في درسين بتوع الدكتوراه حتى اينشتاين على الديوان من فوق يعني مش في القلب كده لا ده فوق حاجه اسمها جرانيولار باراكيراتوزيس صح؟ خد بالك جرانيولار باراكيراتوزيس ده مرض كده ومرض تاني اسمه بتريزيس. قول له بس انا عارفها بتريزيس دي ملوش عنده ملوش عنده مرضين الاثنين دول تبع الماجنم سكويرز بس هم حاجه كده ادفانس شويه لبتوع الدكتوراه. انا هطلب منك طلب، احنا عندنا محمد بس الدكتوراه
فاكر محمد والحاج سالنا المره الجايه باقي الناس تحاول تذاكر واقرا دول وقول للمره الجايه مثلا دي حاجه مش فاهمها بتاع انت تعرفهم ليه عشان في اليومين دول مش حاجه مضمونه يعني ممكن يبقى سؤال كده اول سؤال روتانا قول ده سيفتي ثاني سؤال مش عارف فانتا اي حاجه وتلاقي الاستحاء كده ورا بعض وكده مش ايه مش عارف تقراه فتلاقي ناس يقول لك ايه